الإنسان محل الخطأ والنسيان، مهما اجتهد مهما احتاط لابد أن يقع في خطأ، لابد أن يقع في مخالفة. من ذا الذي ما ساقط كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه، من ذا الذي ما ساقط؟ ما في عبد إلا ولابد أن يخطئ، لابد أن يسيء نحو ربه سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاؤون سوى الأنبياء والرسل والملائكة، فإنهم معصومون عن الخطأ وعن الوقوع في الإثم، لكن غيرهم من البشر كلهم خطؤون، لابد أن يزيبوا ويخطئوا كذلك. فعندما وقع في خطأ والإنسان محل الخطأ والنسيان، علم أن ربه غفور. عندما علم أن ربه غفور، فهذا العلم الذي يشجعه في الأودة إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، في الأوبة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى ينشط مرة أخرى للعبادة وللطاعة. لكن الذي لا يعلم هذا ذلك الجانب فيقنط من رحمة الله، خصوصا عندما ارتكب شيئا عظيما، معصية كبيرة، إذا لم يعلم ذلك الجانب يقنط من رحمة الله فيزيد بؤده عن الله سبحانه وتعالى، فيستمر في المعصية اعتقادا أن مهما فعل، مهما ترك معصية لم يفته ذلك، لأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يتوب عليه.